سبق الخير، الفيلم اللي حدث حاليا في القاعات التونسية هو واحد من أهم الأبطال في الأثناء. مسرحية فيزا تعود للسلسلة من العروض، وخاصة مجموعة من العروض العالمية. سعيد جدا باستقباله لأول مرة في الموسم هذا بحب كبير كريم الغربي. السلام عليكم جمهور. مرحبا. جمهوري جمهور. ميرسي بوكو. عايش خويا الباه. يعطيكم الصحة. ميرسي. الحمد لله. محبة الناس تشريش بالفلوس. الحمد لله يا رب. شرفنا. ليكم وحشة ولا ليكم وحشة. عايش خويا. ليه أنت مالك. شرفتنا. فرقة السلام عليكم. ضعفت شوية على العادة. أي. شو رياضة؟ ستيلي ستيلي ستيلي. حديد على حديد. نو نو ديبريسيون. لا ضعف معناها بالحق كي تبدا عندك هكا الجناب نكره الجناب هذوك. تلبس اي مريول الجناب بيخرج، تلبس منه يبدا المريول باش تمشي تشريه، يبدا في المانكام ريقل منظم، انت تلبس يخرج خايب، فهمت؟ كي تضعف صحيح ولا لا، كي تضعف معناها بالحق تولي كل شيء واتيك، حتى انت زادت برك الله يخليك. اللياقه هذه محتاجينها كذلك لاستئناف سلسله العروض الجديده للمسرحيه الحدث نتاعك. نذكر انه فيزا في جوله باش تكون عالميا، نهار 3 فيفري نيس، 4 فيفري في نيس مره اخرى، 5 فيفري في باريس، في الدوحه نهار 9 مارس، 18 مارس في ستوكهولم، 6 افريل في الدوحه، 20 ماي في ليون. بالنسبه للعروض التونسيه 10 فيفري في الزفير، 17 فيفري في محمد الجاموسي في صفاقس، و19 فيفري في المسرح البلدي تونس العاصمه لانفولاين 24/7/2016. مرحله جديده، برشا خدمه، مسرحيه وفيلم في نفس الوقت. التلفزه خليت عليك بلاصه ولا لا؟ والله الشهريه خليت عليك بلاصه الحقيقه. معناها التلفزه بالطبيعه خاطر انا من 2015 يمكن من اللي بديت في برنامج لاباس، كل جمعة نتعديها ونعمل في الستاند اب والكل، من وقتها ما ارتحت الجملة، معناها ما غبت الجملة على التلفزة، لاباس الستاند اب، ومن بعد تعدينا أمور جدية ديريكت، 3 سنين يمكن أمور جدية، ومن بعد خدمنا برنامج اللي بعده، ومن بعد نشطت عامين برنامج ملا توانسة، بخلاف السيتكومات في رمضان، فهمت؟ حسيت معناها برشا مع المسرح، مع انك تدور بسبكتاكل وتكون لازمك هذا الكل معناها فرد وقت، الحقيقه مرهقه الحكايه، فهمت؟ قلنا نرتحوا شويه، خلي العباد تتوحشنا شويه، والناس كل جمعه ماد وجهه ينجموا يقلقوا منك شويه. يقولوا لك الناس وينك ولا ليه؟ بيان سور العباد الكل يقولوا لي وينك؟ خليت بلاستك وينكم؟ كيف عملنا انا بس ما خدمناش في رمضان، يقولوا لنا وينكم السنه في رمضان؟ وفرصة بالحق محلاك يقولوا لك وينك والكل خير من اللي هي الزينة معناها، فهمت؟ كريم، بمجرد انه بدا الموسم الجديد الموسم التلفزي خرج خبر انه كريم الغربي يغادر نهائيا قناة الحوار التونسي، هل هي مغادرة فعلية لقناة الحوار التونسي؟ لا راهو ما غادرتش انا، معناها انا دارنا الحوار، انا ولد الحوار التونسي، ما غادرتش انا، حكيت معاهم قبل من الصيف، معناها حكيت مع الاداره، قلت لهم السنه نحب نرتاح الحقيقه، حتى نكملوا معناها الحقيقه، قالوا لي معناها تحب تكمل في ملة توانسة، تحب تعمل برنامج جديد، معناها استوديو على ذمتك ودار دارك، انا اخترت نرتاح كما قلت انت قبل، باغ اكزومبل نبدا نعرض في فرنسا ولا في حاجه اللي تمشي لازمك تروح خاطر عندك تصوير نتاع البرنامج مرهقه على الاخر. تبدا تصور اليوم في حاجه، تبدا داخل تعمل تمثل العباد وساعتين باش تضحكهم لمده ساعتين، وانت مخك شكون الانفيتي اللي عندك، ويجيك تليفون راه الانفيتي هذاك قطع بينه ما عادش يهز على التليفون، مرهقه باش تنسق ما بيناتهم. قلت سنين تفاضل المسرحيه، معناها ديما السبكتاكل والعروض، كل مره في ولايه، كل مره في بلاد، وان بلوس تصوير الفيلم جديد، ونرتاح شويه من التلفزه معناها، فهمت؟ كريم، جاتك عروض من قنوات اخرى؟ اي خاطر كي خرج الخبر نتاع مغادره الحوار بتبيع قنوات يخدموا على رواحهم، كلموني اتصلوا بيا، عندهم يحبوني نشط برنامج زوز قنوات منافسه يعني، كلموني، والحقيقه قلت لهم ليه راني معناها مازلت في الحوار جوست ترتيحه هذه، ووقت اللي عندي حاجه نرجع توما مود، دارنا محلوله معناها في كل وقت، فهمت؟ نسمع كلمتك؟ اي اتصلوا بيا، مش اللي من مصدر رسمي، اتصلوا بيا عندهم برنامج تيلي داشا حاجه هكا، والكل كلموني شكون في نسمه،
مش تيلي داشا برنامج مش تيلي داشا ذاك الاخر معناها برايم تايم برنامج كبير توتي بري حاجه هكا اللي طلع سويم كل وقناه التاسعه زاده اتصلوا بي كان عندهم برنامج هو مازال ما شافش النور وربي يوفقهم معناها ونقول لهم ميرسي اللي خممتوا فيا وميرسي على الكونفيونس معناها ماديا فما الضعضيعة شوية ولا لا؟ والله الضعضيعة هانا قاعدين نكثروا تو في العروض باش نرجعوا هي بالطبيعة شهرية أما لازمك تختار معناها تزيد في الكاريير نتاعك تقوي في الكاريير نتاعك وتخلى عباد توحشك تخدم سينما تركز في المسرح والكل ولا تقعد تختار كان الفلوس والكل هي شهرية بالطبيعة الحقيقة خليت توحشت نسلم عليها إن شاء الله عام جاي عام آخر يا شهرية يا غالية ولا محلية الكلمات نتاعك صب ومحلية هذيك أقوى كلمة وينكم صبولك يلا العز هذيك ما توحشتها هم يصفقوا عصبين يحبوا صبول لكن محليها كصبوا ذيك وينك والله تمشي البنك اقوى صوت في قناه الكل صوت راجيه نتاع الواحد نتاع الفلوس تطلب لك اي ما صبولك هذيك ولا راجيه تقول لي والأحلى صوت رجاء تقول لي كريم إذا هشكك نفرح على الأخر يعني توحشت رجاء الحقيقة لكن على ما يبدو أنه الأمور الأزمة المادية ما أثرتش عليك على خطر فما ناس تتناقل في صور منزل جديد في المرسى ألف مبروك والله ما في باليش هم في باليش بيه هنا إن شاء الله أطلع عندي دار في المرسى شخص ساعة ظهر أو تيلة ذيك أخوي تونس تو تخدم وتعاود تموت وتعاود تحي تعاود تخدم باش تخلط الحق بورتمان ما بالك فيلا تفرج ونخلوا ورا ليه ظاهر في اوتيل هذا في الحمامات عندي خدمه في الحمامات كريم الغربي ان شاء الله من فمك الربي خويا ان شاء الله علاش لا ما بين التصويره نتاع كريم الاولاني بالكوتشيفال من تالي كل ولد الشعب البسيط ما بين تو عليه هو برجوازي تو لهنا قمه البرجوازيه عليه وين البرجوازيه لبس ميلو نكحل ونضحك شنو وين البرجوازيه حسيت مقاري فيراري غير شو تبدل كريم على من الاول ولا لا قولوا وي مش تبدلت معناها عادي عبد اخي اي واحد في الدنيا اخي كان العبد في التلفزه في الدنيا انتم ساعات تبدل لوكك تقول وفديت ماكل كعكه برجوليه تقول وان بلوس محليها كي تبدا بالجيل لما راهو كي تنحى الجيل يبدا شعري هابط ومخبل بك البروس هكا ونبدا نخبل وباش نغسل شامبوان وهاو ماسك عرفت ياسر شامبوانيت وماسك وتغلف ودرشنية باش يتسرح دخلت في مور شعار حسيت روحي شو اسمه ما من العماره وليت هاو شعر وبعد واحد ولا يطلب لي حجم يقول لي فما زيت يسرح ما تعرفش كيفاش اي قصة علينا وخليه هكا محليه كريم تنجم ترجع كرونيكور ولا ليه؟ والله ما انا ما عنديش مشكلة مع حتى شيء المهم نكونوا خفيف ظل على العباد وانا نشط وانا كرونيكور وممثل فهمت كان تبدا مش توا الحقيقة معناها فهمتني في يوم ما اما مع لما نطلب مع كي تبدا موجود معايا بسام موجود معايا ميغالو الشلة الكل معناها بي فوزي معناها الشلة مريم الشلة هذيك زياد بالحقيقة خاولة تعدت بيناتنا انرجية مزيانة الحق حتى مش الكل كي يبدا معايا بسام وميغال ونرجع الحقيقة تحكي على بسام وتذكره لكن كل الأخبار تقول أنه العلاقة ما بينك وما بين بسام الحمراوي اللي سيئة جدا هما قالوا عندك فيلا في المرسى معناها يحكي مش يحب عادي خاطر كنا انا وبسام ديما نخدموا مع بعضنا كنا في مور جديه سكتشات دنيا اخرى خدمنا سانكوح وصبري مع بعضنا عادي جدا كي ما عادش يراونا دوبل فاس خدمنا سبكتاكل مع بعضنا كي ما عادش يراونا العباد يمثلوا مع بعضنا يقول لك اخي فما مشكله بيناتكم وليه ديما نتقابلوا نهار بعد نهار نمشي له السبكتاكل نتاعو يجيني خويا بسام الحقيقه مش لغه نتاع التلفزه معناها هكا ربي يعلم قداش انا نكنه معزه خاصه هو كيف كيف معناها لو تكلمنا بلغات التلفزه لا انت حضرت له في برنامج السنكوخ ولا هو حضر لك في ملا توانسه اي ما عدم الحضور مش معناها رانا متنابزين هو استدعيته بسام لملا توانسه وقتها غاتس عنده خدمه وقت يصور يظهر لي عنده سيت كوم واحترمت رايه وقت ما حبش يجي ونعرفها ساعات تبدا ما عينكش فهمتني يجي هكا معاك مثلا تيتا تيت هكا حوار والكل ويوصل لدات نتاع مسرحيته ويطلع على العباد هكا متوحشين والكل خير مثلا من برنامج العاب فهمت معناها كي بسام ما جانيش ما مش دوانا بيناتنا الحقيقه رايه ما يحسبش ماني بسام تيقول له يجي المره الثانيه خليني اختاني برسمك هو بيدو كي استدعاني قلت له اختاني بسام نقعد مربوط وواحد مكتفني وسنكوح تختانا ودرشني كنا باش نعملوا فاز احنا سنكوح هو اللي استدعى صبري
فهمت؟ وانا حجمت من بعد قلنا نعمل بيريك والكل لين وفات معناها البرنامج نتاعو قص ان شاء الله باش يرجع وما مشيناش لبعضنا. اما الحكايه ما فيهاش حتى كل ما التوانسه فما سورتو توك الفيسبوك والباجيت ما يسبقوش الخير معناها تلمو ولات مشاكل الفنانين مع بعضهم واللي يجي كلاشي الاخر والاخرى تجبد الاخر اش بيع زيها هذا اش بيع. اهلا 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 وجابك قول لي وجابك. اهلا بيك اهلا. من اللي فاتت بوك الله يرحمه كتفني وقعد في بلاستي اليوم ما عندك وين هارب يا كريم. ان شاء الله تخلط علي. كريم الغربي بيها ذا ما قال لي عليه حد انا علاش ما نحبوش يتعدى مش خوف منك وكل الفاز عرفتهم اللي يعملوهم ساعات هادي هذا نغادر عرفتهم هذوك ماك الفنانات اللي تجيب فيهم ديما نفس الفاز هادي نغادر سكتوا هادي سكتوا هادي عيب هادي ما نرجعش سكتوا هذا هادي بسكتوا ولا لي هادي بسكتوا ولا شمك فيه الامير الخليجي انا مش خوف منك انا خاطر نخدم في الحوار وكي باش تتعدى لا باش يقول لك محضرين بينات بعضهم ويخدموا فرد قناه يقول كيف يفلموا علينا هذاك علاش ديما ونجي ما نحبوش يتعدى خاطر كنت في الحوار تو كي ما عادش نخدم مراتح مرحبا بيه ما يسالش ما عنديش اسرار انا ما عندكش اسرار ما عنديش اسرار بالمكشوف الحمد لله انا كتاب مفتوح قل له انا كتاب مفتوح انا كتاب مفتوح. كملت الشو نتاعك؟ كملت تحب نزيد ولا تحب انت يعجبك الشو؟ عاود الشو اخر ماست لاست ماست لاست ماست 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 راني نعرفك شكون راني كريم بو العمايل راني نعرفك شكون راني عايش في ستورياتك من غير ما تفلم لا تعرفني لا نعرفك كريم بو العمايل تتفكرها مريم؟ برشا مريمات تعديوا علي في حياتي الحقيقة أنا منهم نحكي على مريم بنت حومتك اللي تعيش البرة أحكينا كيفاش وعليش كريت تريحة من عند بوها مريم قصة متاع صغر على حقيقة معني نسلم عليها المرأة توم عرسة بصغارها فهمتني رجلها يتفرج نسلموا عليه عادي صغر معني وعليقة نظيفة كانت الحقيقة هي تعيش البرة وكانت تجي ديما تجي في جيل تونس مرة هيش ديما عرفت راها مرة في كل كوب دي موند مرة في الأربع سنين وفي ساعة تكبر خليها صغيرة تكبر عرفتك ترمرم وترجع وتجي تهبلني وتروح الحقيقة ولا الحقيقة بصراحة معني علاش نكذب وتجي تعدي شهر في الصيف تهبل تجوجمني وتروح جينا عرفتوا ماك البناتك اللي ما تفهمهاش تو معايا مصحبتني خوك ولد عمك شني أكل معاك كنت تعمل لهم صحاح نقعد ونخرج وناكلوا مع بعضنا تعمل لك تو فما واحد كل خويات تعمل لي هاك مشد انا خويا نبوس لي الحقيقة الصراحة صراحة خويا هيد شو نفطر وتعمل هاك نبوس با تعمل لي هاك نبوس الحقيقة ما نزيدش عليكم سامحونا عائلة تفرج الفقرة عائلية راه حاسين ونكمل نحكي معاه بعد نجيب روحة تقول لي عايش خوي يودي انا اخوك شكون كان هذاك تقول لي ولا عدينا شويه محلاها بعد ما كليت ودمخت تقول لي عايش خويا واد بعد شوليت اول ما عرفت حبيت ناخذ نمروها ودرشنية واحد انا ماني عندي فازات الكل نمشي وراها في العرس ولا في عرس فهم نعمل لها كيف نمروك ويتعمل لي هاك بعد نمروك هذا اول ما بديت بعد جاتني فكره قلت لها اعطيني مل عليا نمروك ما عندها لا ستير ولا درشنيه واحد هي عرفتك تتبول تفرك فيهم عليا باراماو قالت لي باهي يعني باش نشتح لك ولا لا قالت لي يعني باش نشتح لك وحاول تقيد النمر باش نكتبه لك هكا انا صغير استغلف الحقيقه استغلت براءتي وصدقتها تصور تصور عرس كامل وانا عامل هكا وهي تعمل هكا سنين تسعه فهمتني ثلاثه ما تعيش البرا تعيش في فرنسا طويل النوم فهمتني وانا هكا نقيد هكا درشني صفر واحد 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 حاسي وانا نعمل هكا ثمانيه صعيبه ثمانيه هاي وبعد بعد غلطت في نومر وقالت لي فسخ 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 وانا نقيد اخي حبيت نعمل فازه هي قاعده الكل حبيت نعمل فازه وليت كيفها وليت انا زعما نعطي فيها في نمروي نعمل هكا ثلاثه فهمت انا باكل مزود نعمل هكا حسيت تفوريخ نتاع صغار
وانا عامل هكا وبوها وراي ما ريتوش وانا نعمل لها هكا نتكومك نعمل هكا وثلاثة نعمل لها هكا أزلي بمقص حزامي يكره واحد بيه قعدت عام حزامي ما نحركوش الحقيقة الحقيقة مهبلة فازة بتاع بيت قرمش في الدوية تعطي في نوامر هكا لا يهديها مريم وكنت مهبلتني الحقيقة تحية الرجل هالي يتفرج فينا تحية الرجل كريم انتي صاحب صاحبك اي مع العمايل اللي تعمل فيهم ظاهر لي باش تكمل حياتك وحدك مش مشكلة كريم صاحبك عشير عمرك اللي تبيته تصبح في داره ما تهنيت الا ما طلقته من مرته وخليت له داره تحكي انتي ولا نحكي انا احكي انتي وحاجة ما ضحك الجملة كيفاش خليت له داره طلقته من مرته اذا جاتك شوية ليه ما طلقتوش وين حاجة عن حسن نية اخوي اللي عملت مشاكل شيء عن حسن نية وهو نورمال مو يقول لي ندري عليه هان قاعدين هادي نتفرجوا ولا العظيم نتفكرها كما تاو نتفرجوا في ماتش الاسبيرونس والسي اس اس هذه الحكاية عندها عامين نهار اللي ربع عليك بحذية في الدار قال يجيب بحذية نتفرجوا في الماتش قلت له هاي حطينا هاك ودرشني وقت الوطني ما همش ماخذين الحقوق متاع الكورة خزار لي هو قال لي هاو تليفوني كي تعرف كيفاش تبرانشي راك شين على رواح خي قلت له اعطيني تليفونك برانشيته مع التلفزة وراك شين نتفرجوا في التلفزة في باليش مرته باش تجي هو نورمالمو عندك حاجة في تليفونك خباها نحي يقول لي قعد يتفرج نتفرج ودرا شنيه وبديت الشي في التلفزة معناها راك شين في الصالة وعاملين هكا انا وياه ومرته قاعدة جاه ميساج ما نعرفش النجم نقوله ولا كيفاش ايه مساج بيبي سي بون هاني وصلت وتصدق حاجه هي قالت له تصدق حاجه نورمال مو يمشي يقلع البريز وتصور انت الزوز عاملين هك وهي عاملين هك وراو وهو راو تسمسر عاملك نورمال مو يدوخ يعمل يقول لها تليفون كريم يعمل قعد يستنى في حاجه عجبه المساج يستنى فيه لين قالت له تصدق حاجه بعثت له شقال قالت له قالت له ريحتك التو في بدني لطف سامحونا على الكلمة هكا هو الحقيقة معناها وليت كيني انا عملت له المشكلة مش طلقوا راهو ما تليكش وتعاركوا ودرا شنيا وقتلوا هكا وقالها تليفون كريم وواحد طلقوا 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 ولا انت تعرف خو انت لاهي بالطلقات والواحد انت تعرف الراجل معايا قابل فيها ومرض يقول طلقوا 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 المرأة حبلة منين طلقوا 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 جايبة ثلاثة صغار بعد العرك وطلقوا طلقوا حاسيلو قلت له قل لها راهو مساج للهوني هذا مش اللي كنت تصرف هكا صارت لها نبزة خفيفة مش بالعاني هذه تسمى خرب الدار مش بالعاني أنا جاي طلقوا 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 شبيه هذا أخويا طلقوا طلقوا مات وقتلها ضرب تحب هكذا تحبها طلقوا طلقوا تهرتوا تهرتوا من الدار تخربت هذيك اللي خليت لهم دارهم خليت لهم دارهم خليت لهم دارهم باش نخلي لك دارك ان شاء الله عامل تالي عامل تالي وانت مروح من دولة أوروبية تتوقف الديوانة تقعد تبحث سوايع والتهمة سلاح بدون رخصة شنو حكاية السلاح هذا؟ هذي سويلة ذي يجي الكدوريم مش لي أنا عرفتك السلاح هو لا سلاح بدون رخصة لا شيء هي شك مروحين من كندا معايا ديجا بسام مشينا جروب متاع مسرحية الكل كي مروحين فرد يلقاو عندي فرد والحقيقة فرد مثالش أنا نحكي كل شيء مثالش خلينا نقول للعباد كي اللي يعيشوا في الأوروب يعرف ولا اللي يسافر الأوروب فمشكلة خويا فليكسيبل ما عندهمش الحقيقة معناها واللي حاجة غريبة معناها النداء الفرنسي سلمان معناها صنعته لودي سيتروين بيام وحرته في فليكسيبل تصنعوا فليكسيبل معناها تصور أنت بلاش معناها فليكسيبل سهل شبينا احنا صنعنا فليكسيبل المشكلة مشيت غادي اخي وليت قريت حسابك والله انا سألت مرة قالوا انه الفليكسيبل ما هوش صحي يا صحي تواليت صحي اكثر من لا عايشين لبس علينا ما هو صحي صحيت حاسين وين نمشي غادي خويا نتعذب الحقيقة ولا نتهرب الحقيقة معناها حاجات واقعية دائما أخي قلت عملت جاتني فكرة قلت نهزك الفرد بالماء بالرسمي معك والله أزيد فرد بالماء
وما سقطوا بسام قلت له عليها الفاز جاب لي فقال لي كادو واحد قال لي اختانا واحد وانا صدقت خاطر تقعد دبو حاسين ما نحبش موضوع هو فهمتني انا نفرد ونقمر معناها فهمتني تحسب كي شافوا غادي معناها والكل روز وكحل الواحد جيو جيس قالوا لنا شنو هذا شنو هذا قلنا له هكا فسرت له انا نحكي صبا انجلي قلت له معناها درجنية وكذا فهمت بعض هو ضحك هو ضحك ولا ما عاب داخل في وسطه خرج صوت من وسطه يا سبيك انجلش يكمل احكي كاو فيها المالي في الفرد مشينا غادي جست وقفونا قالوا لنا شنو ولاو يضحكوا البوليسيه قلت له راهو معناها قلت لهم معناها انتم الالمان البايير منشن وهزين تتروت هذيك بلاش فليكسيبل كيجي عنده فليكسيبل شو يعملوا ذوك هتلر اشترى العالم واحد استعمر اشترى العالم بلا فليكسيبل كان جي محليهم قلت لهم المية بيه صحي يقول نيت محليه نحن توانسة ولا العرب كي يخرج حشاك من التوانيت يبدأ متفرهد مبلول عم لك شيء شني ولا يبدأ مبلول شيخ عم لك شني يا أخويا والله بين بابيه لطف يا أخويا كل بلاد ورطال هما مهل طولة دخلت المخي الحكاية ذيك احنا عليش الحمد لله على نعمة الإسلام أقسم بالله طهارة والله طهارة وانت تصور في دنيا أخرى هاي حبت فيديو كان سبب باش تورط شباب بريء في تهمة خطيرة عندك الجرأة كريم تحكينا شنو الفيديو اللي صورته وكيفاش تفدليك الماستا متاعك ولي التهمة متاع براكاج والله هو الطلياني اللي يخدم معانا لهنا في الحوار معناه نسلم عليه ونقول له سامحني هو في الاخر معاه انا مانيش بالعاني حتى خالد صديق وجماعة الكل يعرفوها الحكاية وحسن بن إبراهيم سلموا عليه نصوروا في دنيا أخرى في جبل الأحمر قاعد نصور في الكواليس معناها هكا ودرشني وقتها كانت هذيك الفلوس اللي يربحها صبري مليارات معناها زوز مليارات الأولاد عندهم مليارات مزيفة اللي نمثلوا بها مرصفينهم هكا فوق طاولة دخلت عليهم للبيت ونلقاهم يحسبوا مساكن يخدم باش نصوروا بها احنا من بعد قاعدين يحسبوا ويرصفوا كي اخي جبت التليفون وصورتهم قلت شناهي بانكة جديدة ذي ذوما هم سريق زدموا على بانكة نفادلك ظاهر تصوير هي شناهي صار البروبليم كي هبطت على بروفيلي العباد الكل فهموها تفادليك وفهموني انا معناها نحكي نصوروا في دنيا اخرى وقت فما باجيات ما تعرفك الباجيات هزوها الباجيات وهبطوها الحاكم كي شافها في باجيات اخرين شافوا في عبد معناها يدور ودرشني وياه ديريكت بوجوه مقتليان يتبسم يعمل لك عجبته الفاز يعمل لي هكا قلت له شنو مين ومنين سرقتوها هذا ما انا باك خلي مون بليزير يفرلي سخالها لا لعبه لا حكايه هو مازال كي عسير مازال يعمل هكا ودرشني جاوا الحاكم تبسموا له وهزوا كامل حكينا طلعت وقتها والله العظيم سبحان الله بالزهر طلعت فما بانكا في الزون هذيك مون بليزير ميتيال في الحاجه ما فما شكون سارق منها فلوس كما نقولوا عندهم جمعوا ويلوجوا لي خلايا كامل خمش يا سي خالد الصديق روح بيهم يعطيك الصحه تصفيق على سي خالد الصديق تحيه لخالد الصديق كريم الغربي انا طوب باش نخلي لك دارك اخلي ناقص اخليها هي اخلي عامل تيلي كريم الغربي وقتها ضارب برشا ضارب شو معناتها؟ يعني وين يمشي البنات عليه برشا في بلاد ضارب خليني ضارب في بلاد اوروبيه كريم الغربي يتعرف على وحده في ملهى ليلي هاي فكرتها ولا ما تفكرتهاش انت من رواد الملاهي الليليه مانيش من رواد اما وتت حليت الحقيقه اللي يجيو التلافز يبدا انا ما لاني من رواد حتى شيء ما نرودش حتى شيء الحقيقه انسان عادي نحب الجو نحب درشني لاني الكوليك لاني ماركه درشني كذا اما اللي قلت لك وتت حليت كما قال هو ماشي اصحاب في اصحاب لا ماشي الباريز انا مثلا ماش فيه باريز 2017 واحد فارغ هكا وصغير معانا الشله والكل هاي نمشي ونصروا قصدنا ربي الحقيقه معناها ما قصرناش مشينا عملنا سهريه به عملنا جو كما قال هو وديت حليت قربت له طفله وكريم ما كانش من العاكسين تحكينا انت عصير فريز من بعد ولا ولا ليه حكايه تحكيها خاطر كي تقول كلام وتسكت اللي يتفرجوا في دارهم يقول لك شنو الحكايه معناها هي حاجه عاديه تصير لاي واحد ما عادي معناها واحد الاولاد تصير لهم يمشي في الفرقه الجمهور اي واحد يمشي ياسر الحقيقه مشيت سهرت 2017 دخلت
وهما كبواتاتهم مش كيف نحن شيء مكشوف، تحسهم مظلمة وعروج معناها على الأحمر، تحس عرفتوا كل ضوء الأحمر ما يحرك الحسيس الحقيقة معناها فهمتني. قاعدين نفكر رافي وحدة كل وحدها، وأنا كل سبحان الله من الصغير يعجبوني كل وحدهم، نحب الغزالة الرايقة، نحب المدبرمين أنا نحبهم كل وحدة عاملة هكا سارح نحبهم، تبدأ وحدة حتى مزيانة رافي وحدة وحدة ترونكيل عاملة كيس ودرشناوي الحقيقة قاعدين كيما هكا شباب عاملين جو فهمتني. انخزرت باي بيت شنو يا اخي واحد باي بيلو هزت الكاس عملت نتفكرها كيما تو هزيت كاس وقعدت ياسر هي يدي خثرت ياسر هز الكاس فهمتي عملت هكا ودرت شنو واحد ديريكت عملت هكا يدي ما شبيها ما تفادلكش هذي سخن شبيها مذروبه هذي سخني بلاصتك عملت هكا بعد قلت له علا عندك الرعاش تعمل لك لا كبشة فيان قلت له هنا قالت لي عملت ضربتين بتاع التأكيد هاي هك تعمل لك هكة في باريس خويا احتراما للحومتي واحد خطر معنا كان المرأة كانت تعمل لي هكة وما نمشيش ما يلي منعوت بالصباع في الحومة الحقيقة وقتها راه مش تو باش ما نشجعش وقتها سيليباتير واحد الحقيقة ما تردوش هكا نعيشوا في واحد وانا في باريس وبناي حليلتها تعمل لك هك شني عملت هك تلقاني غالي ديجا الحقيقه معناها بكل صراحه بكل تواضع ما عملت هك مشيت من بعد معناها هك دونس كلاس راني يعجبك في كلاس انا تراني شكره في الاوروب نتحول لكلاس انت كلاس ترى حتى في الاوروب اكثر بدينا هك دونس ودرشني وكذا تبارك الله حليلتك بديت تضوى الدنيا نلقاها بالرسمي سبحان الله ولا مزيان على الاخ بعد كل مرة يحطوا موزيكا من لولك اللي هكا ودرسني وانا الحقيقة عملت العار نكذب مانيش كلا عملت العار لكن نعمل لك اللي هكا ونعمل لك اللي هكا والله نعمل لك حاسيلو الحقيقة عملت شوية فضح بعد وليت هادي الموزيكا وين الموزيكا هادي دورتنا نقل كلها معانق فهمتني هادي حتى صحابي اللي معاي قال لي محمد ما تلقى حتى ساعة عرسة حمل المهم تحمل تحط المزيكا هذيك لازمك تحمل كان ما تحملش معناها ما تفهمش فالصاري بديت نعمل هكا والله مش والله نزيد عليكم كان مش شو نعمل فيه ولا نكذب والله حقيق كي شديت اليدين نحس في اليدين محلفة اخويا اليد اليدين محلفة معناها تلبس 42 في يديها بديت نمس معناها قلت لا عالا فما شكون تلعب باسكيت تلعب فولي فما شكون يديهم حلف سبحان الله تبدا فما بنيت هكاك تصرف لك الدوخك عارف وزيد مع الضويفر زيد نمس نلقى اليدين محلفه من بعد لصقنا بعضنا شنو صار؟ ما لم يكن في الحسبان لا قلت له امي تي تي كوا تي قلت له ما انا ريسبكت قلت له ريسبكت معناها تو لي جون مي افيك موا نو سيل فو بلي قلت له تي ان هوم قال لي وي قلت له جي انا جي ترومبي جي سي معناها كنت نتخيل كي اون فام قلت له نو جي با كومبري ديزولي ودرا شنو قال لي اوكي ورجع لبلاصته متربي لي اجبك ليه ورجع رايت في الركن زاد الدرج بدا يعمل لي هكا اما على الجهه الاخرى يعمل لي هكا قلت له نوز الحقيقه ساغيف تصير يعني ساغيف باباراتي نحب نمشي له تعرفوا وين ولا ليه؟ نعرفوا وين هادي اسمعني نقب الكل نعرفها لهنا ري فما لي زام فيتي ساعات يبداو يعملوا هكا لو جالي انا نعرف وين يركب الكود نتاع السيلول نتاعو تعرفها ولا لا شنو هي كود نعرف منين ننقز له ما عندي شكون لهنا باش نمشي له نحب نمشي له 30 الكود نتاع لحظه ولا لما نبعثه لك على جي يبرد لي على قلبي خليه يبرد لي على قلبي ما نحبش نشوفه اي 30 هادي نعرف وين اقعد غادي يا باباراتزي ما تخليوش يدخل يا باباراتزي ما تخليوش يدخل اشوفك يوم يا باباراتزي ما تخليوش يدخل سوربريز يا باباراتزي جوغو هو يعرف المشاكل هو اتحندر لحظة والله وجاك يوم يا باباراتزي لحظة
مريض بالاعصاب. لحظه لحظه كيفاش تقول لي احكي لي قبيله. لحظه انت غادي شفت امير خليجي. ها لحظة باش نعمل معك فازة. يا شمية تتمر وعيسى فيك. لحظة باش نعمل معك فازة يا كريم. اخسر اخسر شبيك عنيف. لحظة برك سامحني ديزولي. ولا محلية في الدنيا رخوص ولا منك لي محلية جونتي صوته تبدل رخص ولا محلية. تحب تحب تشوفني؟ بيان سور خنطل عليك. لحظة باش نعمل انا معك فازة باش نحي الماسك. لحظة باش نحي باش نحي لك الماسك. باش نحي باش نحي الحق. اي لا باش نعملها ميسيلج. المهم انا نحبك تنحي الماسك. كريم كريم يا كريم. نعم خليك غادي نلتقي بعد الفاصل.